السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ النهاردة جايلكم معايا فيديو جديد لطريقة عمل الاندومي بالطريقة الصينية، كأنك بتاكل النودلز الصيني بجد. دلوقتي هنروح نعملها ونشوف الخطوات اللي بتتعمل بيها ازاي، وهنرجع لكم تاني. طبعا جبنا الحلة وملناها مية ونستناها اما تغلي، بس قبل ما تغلي هنضيف لها المكرونة الأول. واستنى عليها اما تغلي. وده طبعا شكلها وهي بتغلي، وهنقلبها. ونسيبها تغلي شويه. طبعا ده شكلها بعد ما غلي خالص. انا هاخدها دلوقتي ونصفي منها الميه. طبعا ده شكلها بعد ما صفينا الميه خالص منها، هنقوم نضيف عليهم التوابل بتاعتها. اول حاجه هضيف عليها الزيت بتاعها، تاني حاجة هضيف البهارات بتاعتها. دلوقتي انا ببدأ اكب الشطة، عشان الميزة في النودلز الصيني انها بتكون شوية سبايسي. نفضل اقلب لغاية لما يتجانسوا مع بعض بالشكل ده. دلوقتي هي بقت جاهزة، هروح احطها في الطبق. وطبعا زي ما انتوا شايفين ده الشكل النهائي ليها، بتكون مليانة بالبهارات كده هوت، وما بيكونش فيها اي شوربة خالص. اتمنى ان النهاردة تكون حلقة النهاردة عجبتكم. ما تنسوش تدوسوا لايك وشير، ولو انتوا جداد اشتركوا في القناة، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامة يا أصحابي.